نظمت وزارة الداخلية احتفالية بيوم المجند في إطار اهتمامها برفع كفاءة العنصر البشري لأداء المهام الأمنية المتنوعة. وقد أدى المجندون خلال الاحتفالية بيانات عملية متنوعة أظهرت قدرتهم واحترافيتهم واستعدادهم لأداء المهام الأمنية الموكلة إليهم. انضباط كبير بين صفوف المجندين الملتحقين بالخدمة بوزارة الداخلية في ظل اهتمام الوزارة برفع كفاءتهم البدنية والقتالية لأداء المهام الأمنية الموكلة إليهم في كافة القطاعات الشرطية، وهو ما أظهروه خلال الاحتفال بيوم المجند في إطار العام التدريبي 2022-2023. عروض متنوعة أداها المجندون تؤكد على المهارات التي اكتسبوها خلال فترة التدريب والتأهيل داخل معسكر تدريب المجندين بالإدارة العامة لتدريب قوات الأمن. طبعاً التدريب بيرفع من لياقتنا البدنية، بيخلي الصحة أحسن، ودايماً بنتعود على التدريبات والجري والتمارين. التدريبات دي كمان بتفيدنا في الخدمات بره، بتخلينا واثقين من نفسنا واثقين قادرين إن احنا نحمي بلد. بيانات عملية أداها المجندون تحاكي طبيعة المهام التي تنفذ ميدانياً، وهو ما يؤكد على قدرتهم وجاهزيتهم للعمل وسط أصعب البيئات وفي ظل متغيرات ومستجدات أمنية متنوعة. فقد تم وضع برامج تدريبية للمجندين منذ لحظة التحاقهم بالخدمة العسكرية لرفع اللياقة البدنية والتدريب على فنون القتال والاشتباك ومواجهة المواقف الأمنية المتنوعة والطارئة. سرعة وكفاءة ومهارة في أداء المجندين في مختلف المواقف الأمنية لتحقيق السيطرة باحترافية كبيرة تعكس استيعاب البرامج التدريبية والتعليمية خلال فترة التأهيل. تلك العروض تؤكد على الاهتمام الواضح من وزارة الداخلية برفع كفاءة العنصر البشري في كافة قطاعاتها لأداء المهام الموكلة إليهم بكفاءة واحترافية وتقديم الخدمات بصورة حضارية. فهؤلاء المجندون سينطلقون لأداء خدمتهم في كل مواقع العمل الشرطي مسلحين بمهارات وتدريب متطور خلال فترة التأهيل. عبدالله بركات، التلفزيون المصري.